هل تعلم كيف تزيل رواسب الأسنان بسرعة ودون الذهاب إلى الطبيب؟ تتكون رواسب الأسنان بسبب تراكم بقايا الطعام سواء على السطح الداخلي أو الخارجي للأسنان، مسببة بذلك رائحة الأنفاس الكريهة، إضافة إنها قد تتطور وتسبب مشاكل أخرى كجعل هذه الرواسب صلبة مسببة النزيف في اللثة. وعلى الرغم من أن الأطباء إلى الآن لا يعرفون كيف يمنعون تطور هذه الرواسب، لكنهم أوجدوا الطرق لتقليل حدوث هذه الرواسب وبالتالي تقليل أضرارها. إصفرار الأسنان من أبرز الأمور التي تميز المدخنين بسبب النيكوتين الموجود في الدخان، كما أن الذين يشربون القهوة بشكل كثير يعانون من هذه المشكلة، كما أن الرواسب على الأسنان قد تكون مؤشر لعواقب أخرى كتسوس الأسنان وفقدانها. على الجميع زيارة الطبيب كل 6 أشهر للتأكد من صحة الأسنان وفحصها، لكن الأمر يكلف الأموال، لذا فالبعض يتجاهل هذا الفحص. فإن كنت من الأشخاص الذين يتجنبون الأمر، فإليك الطريقة التي ستخلصك من الرواسب ب5 دقائق فقط ودون الحاجة إلى الطبيب. مكونات هذه الوصفة: 0.5 لتر من الماء، 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، 2 ملعقة صغيرة من بذور دوار الشمس. الطريقة: اطبخ المكونات على درجة حرارة منخفضة لمدة ساعة حتى تحصل على خليط يشبه معجون الأسنان، ضعوه على فرشاة الأسنان ونظف أسنانك به لمدة 5 دقائق مرتين في الشهر. نصائح أخرى للحفاظ على أسنانك: نظف أسنانك بعد كل وجبة لمدة 2 دقائق، استخدام معجون الأسنان الطبيعي، استخدام خيط تنظيف الأسنان أو خيط كل ليلة قبل النوم لإزالة أي بقايا الطعام بين الأسنان، استخدام غسول الفم بشكل منتظم لتعطيل رائحة الفم الطبيعي. إذا استفدت من هذه المعلومات يسعدنا اشتراكك في القناة والضغط على زر لايك ليصلك كل مفيد إن شاء الله.